عسلامتكم، مرحبا بكم ناس كل شلا سهرية زينة تعديها معنا على الوطنية الثانية في صحة وناس. بيان سور كيما كل التخميس نجيوكم معنا مجموعة من المواضيع وبالذمة نحبوهم متفرقين، يعني مع كل اختصاص ناخذ حكاية باش نحاول نجيبوا على أكثر من نجمه من تساؤلاتكم انتوما أو من المواضيع اللي تهمكم. اليوم نحكيو في الفيتوثيرابي المداوية بالأعشاب الطبية على صعوبة الإنجاب، يعني الناس الكوبل اللي يبدأ لباس الحمد لله تصاور خرجوا لباس ليكو كل شيء مريقل، جينيكولوج يقول كل شيء سافا، صبر. في فترة الصبر ساعات النفسية تتعب شوية، ساعات الصبر يقل شوية. شو ما الحاجات اللي متاحة موجودة في الفيتوثيرابي، في الهوميوباتي، في الأكوبانكتور، في الوخز بالإبرة الرقيقة والصينية، ينجموا يعاونوا في الفترة هذيك، فترة المستنية معناتها. إن شاء الله بنشوفوا هذي مع دكتور سامي غطاس. باش نحكيو على البيبي من 0 لـ6 أشهر، مش بنجم نحكيو عليه في كل شيء، أما باش نركزوا خاصة على الماكلة نتاعو، خاطر هي اللي عاملة بوليميك. فما شكون يقول لك الماكلة تبدأ في الـ4 أشهر، فما شكون يقول لك في 6 أشهر، كل واحد معتمد على إتيود معينة. اليوم شنو نوضحوا الحكايه هذيا، كيفاش تدخل الماكله وفن وقت تدخل الماكله، لي غاز اللي هما يقلقوا البيبي من 0 موا حتى الاكثر، شنو الحل فيهم، الصغير اللي ما يرقدش برشا يقول لك متعب والديه حتى ما يرقدش برشا. ان شاء الله باش يكونوا هذوما اكثر 3 محاور ركزوا عليهم اليوم في الصحه والناس. باش نحكيوا على الاكنيلي وحب الشباب. هو كحب شباب وحده ما يقلقش مادام يبرى، وقتاش يولي يقلق؟ وقت اللي يبرى ويخلي التخاس نتاعو، يعني يخلي مسام مفتوحه او يخلي التاش بغون تبدا البلاصه تقعد معناتها غامقه شويه، وقتها يولي يقلق. لهنا طب التجميل كي يدخل شو ينجم يعمل في هذا بالذات. نحكيو اليوم في الصحه النفسيه على ثقافه السلام، معناها وقت اللي تبدا انت تخدم في محيط صعيب شوي، فيه برشا نفاق، فيه برشا سامحوني في الكلمه معناتها كذب، فيه حقك ما تاخذوش 100%، او في العائله او في الاصدقاء، لكن يلزمك تمررها الفتره هذيك، يلزمك تتعديها. كيفاش تتعديها من غير ما تاثر عليك سلبيا، من غير ما تقللك من نومك، ما تخليك من داخل على اعصابك، من غير ما يخليك تعيش حاله ضغط، هذا ان شاء الله بشوفوه هذا اليوم في الصحه والناس. نحكيو على لاختروز دو جونو، بعد نشوفوا تمارين تعملوها وحدكم في الدار. نحكيو على السفناريا في ركن التغذيه والمنافع نتاعها، وتوا وقتها وما شاء الله معناتها نقول احنا السفناريا رابخه معناتها موجوده بكثره في السيزون هذه نتاع الشتاء. زاده باش نحكيو على لامانسيسمون التضعيف، واليوم نحكيو على بروتوكول ان شاء الله حلو ينجم يخفف خاصه من البورتور نتاع الكرش. نمشيو ديما نرجعوا للحكايه هذه على خاطر هي سبب نتاع برشا امراض. ان شاء الله منفعه عليكم الكل، صحه عافية للناس اللي تتفرج فينا على 71 801 116. تطلبونا فريق صحة والناس موجود باش يجاوب على أسئلتكم على الباج نتاعنا الصحة والناس الوطنية الثانية. زادة نتواصلوا إن شاء الله مع بعضنا فيما يخص المواضيع المقترحة. مرحبا بكم ناس كل، مرحبا بالدكتورة منى بن حارث مختصة في أمراض الأطفال. مرحبا نورتنا دكتورة، مرحبا بك. مرحبا بك دكتور سامي غطاس. الله يبارك فيك. الله يخليك. نورتنا سيدي. الله يعافيك. بارده البرا اليوم. اي. صافا نتاع جارية. مرحبا بك دكتورة خولة جبيري. يوبيك عايشك. نحكي معاك على حاجة تخي سونسيبل بالنسبة للبنية ولا للمرأة، معناتها ملي تبدا جون في خاطر حب شوية يطلع بكري ويخلي الانعكاسات نتاعو يخليها زادة بكري. حتى عند الرجال والأولاد. صحيح. صحيح. في 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 عمر معين تو بعد نرجعوا ان شاء الله نحكيوا عليه وقتاش يطلع حب شباب وعلاش يطلع حب شباب واذا كان فما حاجات موجوده في الوقايه. هذوما ان شاء الله باش يكونوا مواضيعنا وضيوفنا اليوم في الصحه والناس. مدام منى دكتوره. اي باش نبداو معاك. اي باش نبداو باللي بيبي. باش نبداو باللي بيبي والماكله نتاع لي بيبي. دونك احنا انت اخترت نبداو بالماكله. بالماكله. عندك الحق. عندك الحق. خاطر عامله بوليميك ولا مش عامله بوليميك؟ خاطر البوليميك نتاع وقتاش ندخل الماكله تقلق برشا والدين، وفما اللي يبدا بالـ4 شهور، فما اللي يبدا بالـ6 شهور. هي غيالمون توا ولينا نوكلوا ما بين 4 و6 شهور، الكلهم صحاح. زوز صحاح. زوز صحاح، صحيح قبل لي نوسيون عندهم 10 سنين التالي يقولوا لا نبداو كان 6 شهور غيفولو، يكون صغير كملهم باش نبداو ندخلوا الماكله. ولكن فما ابحاث وفما خاصه الابحاث اللي لاهين بالالرجي اليمونتير، يعني الحساسيه اللي هي للماكله، ظهرت انه قد ما ندخلوا بكري الماكله للصغار اقل، يعني نلقاو اللي الحساسيه ولا الاعراض اللي يقلقوا الصغير يكونوا اقل. هذاك عليه ولينا ندخلوا من 4 شهور
معناتها العكس اللي هو متداول. العكس اللي هو متداول. معناتها هو يقول لك احنا ندخلوا الماكله ست اشهر باش ما فماش حساسيه للماكله. جوستومون هذا هو. طلعت غلطه الحكايه. طلعت توا بكري. قد ما يعملوا يعني بحوث ولا ليزيتود اللي صاروا يقول لك لا قد ما يدخل بكري قد ما به قد ما بيان سور كي نقولوا يدخل بكري راهو باش يدخل على مراحل بشويه بشويه. يعني مش كل شيء باش ندخلوه في الاربع شهور. لا وبربي دكتوره لهنا ميرسي اللي ذكرتنا بالوقت. على خاطر كلمة قد ما ندخلوا بكري قد ما هو خير، ينجموا الناس يتفرجوا فينا تو يقول لك ما ندخلوا في الشهرين ما دام قد ما بكري قد ما لازم خير. يكون اللي متفاهمين عليه أربعة شهور كاملين. فوالا. مش ثلاثة شهور ونهارين، تقولوا احنا ساعات في تونس تقولوا دخل في الأربعة شهور، لا لازم يكملهم الأربعة شهور ومن بعد نبداو نحكيو في الماكلة. باش نصعب بالك معنا باش نمشيو بشوية بشوية باش نصعب بالك معايا في حكاية الماكلة، باش نقول لك علاش. على خاطر فما معناتها لي غرومير شادين في تقاليد قديمه. صحيح. يقول لك انا العقد الفاكهه هكترا ما شاء الله عليه راجل، هكترا ما شاء الله عليها امراه. دونك حتى كي الام تحب تمشي على قواعد الطبيب الصحيه تتحط تحت الضغط وتولي هي تتفلسف وتولي كان انت معناها عندك ام بيبي كهو وكان انت جبت ولا انت تعرف تربي كهو. دونك هذه النقطه هذيا ساعات ما تتسي تعمل عرك بين الكوبل، خاطر اذا كان ام الطفله هي اللي اكدت على النقطه هذيا الراجل يتقلق، كان ام الراجل هي اللي اكدت على النقطه هذيا المراه تتقلق. دونك لهنا بربي نوضحوها ما فماش راهي ماماتي وماماتك امي وامك، فما صحه صغير في الحكايه وما فماش تفلسيف فيها. أي. فما طبيب يحكي ويعطي بالنسبه للاربع شهور الاولانيين صغير ما يستحق كان حليب ام بصح ليديال اللي ما ياخذ كان حليب لهم. في الحالات اللي الام ما تنجمش تكمل ترضع ناتوريلمون يعني رضاعه طبيعيه باش نزيدوا على الحليب الاصطناعي، اما ما ندخلوا حتى شيء اخر وما ندخلوش العسل وما ندخلوش الفاكهه من الاول، نستناو شويه تو ندخلوهم تو يجيو ماهمش باش يهربوا على الصغير. صحيح اللي هما غذائيا صحيين وباهين ولكن مش من الاول، خاطر راهو الجهاز الهضمي نتاع الصغير مازال ماهوش مكتمل. فهمت يعني باش ندخلوا نعطيوه حاجات اللي نجموا يتحسس منهم ينجم يتقلق منهم نبعدوا عليهم من الاول يكون افضل. فهمت ولا. يعني هذاك متفاهمين فيه ما ندخلوا حتى شيء، نجموا نعطيوه شويه حاجات اخرين يعني شويه ماي بالبسبيس والا هذا نجموا نعطيوه سون بروبليم، ولكن ماكله وفاكهه وعسل في النيسونس هذاك لا. دونك اول نقطه ساعه تو تفهمنا فيها ما نحكيوش على الماكله قبل اربع شهور حليب الام، سينو حليب الحكه اذا كان فماش امكانيه للام. من اربع ستة شهور زوز صحاح شنو كيفاش نبداو ندخلوا الماكله؟ كيفاش نبداو؟ احنا ساعه قبل ما نبداو ناكلوا لازمنا نشوفوا الصغير نغزر مليح للصغير نتاعنا حاضر باش ياكل ولا لا. خاطر يعني كيفاش نغزر له؟ فوالا تو باش نجيك اش معناها؟ يعني فما صغار في الاربع اشهر مازال مش تشراسوا بالكدا، مازال اللي عنده مشكله في الديغلوتيسيون نتاعو. فهمت؟ هذوما حالات خاصه، هذاك مانيش باش ندخلو في الاربع شهور. خاطر فما مشكله انه ينجم يشرق ولا ينجم يشرق مازال ما نقولوش خاطر صغير مش باش يقعد. كيما يكون نحن نقولوا بلغتنا نحن مشدود بالكدا مكبوس بالكدا وراسه مواقف مع الكولون فيرتيبرال نتاعو مع ظهره يعني. وفما صغار نفيقوا بهم حاضر اش معناها؟ ساعات يبدا صغير يبدا قاعد مع والديه في الفطور ولا حاجه ويبدا يغزل الماكله. يبدا يغزل الماكله، يبدا يتبع في الميميك نتاع يعني المضغ. يتبع في اللي ياكل قدامه يتبع فيه. ساعات اللي ياكل يبدا عينيه تمشي وتجي مع اللي ياكل، فهمت؟ فما ام تقول كاني ولدي راهو يحب ياكل. لهنا سي بون حاضر، توا نبداو نحكيو على الماكله. دونك عرفنا اللي فما ساعات نستناو ماناش مزروبين بالنسبه للصغار اللي ماهوش حاضرين. اذا الصغير حاضر ولما تحس اللي صغيرها يحب ياكل تراه وتراه يحب ياكل وقتها نبداو نحكيو على تدخيل الماكله للصغير. بطبيعه الحال اذا نبداو ندخلوا الماكله باش نبداو بالخضروات. بربي سامحني دكتوره باش نرجع لك بخطوه التالي. هل تدخيل الماكله في الاربع اشهر مربوط كان بجاهزيه الصغير للماكله والا فما امراض معينه؟ فما صغار عندهم امراض معينه ما ندخلوا لهمش الماكله، يعني لي كونتر انديكاسيون مثلا الحاجات اللي تنجم تنجر على تدخيل الماكله هي جوست انه ماهوش الصغير مش مكبوس فما ريسك انه يشرق والا فما عندكم حاجات اخرى تقول الصغير هذا ممنوع؟ خلينا نوضحوها مره واحده النقطه هذه. ممنوع دون لابسولو هكاك ما فماش ديما امراض معينه
لا لا ما فماش ممنوع دون لابسولي الا ما تكون مثلا امراض اللي هي نتاع تبع كيما قلت لك التونيوس نتاع الصغير اللي هو ماهوش مكبوس هذيك تدخل في كاز واحده اخرى واضح دونك اي صغير كان يبدا في الاربع شهور يبدا في الاربع شهور بيان سور علاش هو باهي ما بين اربعه وسته باسكو اون ادابت اون فونكسيون من الصغير نجموا نبداو في صغير في الخمسه شهور كيما نجموا في الاربعه شهور ونص كيما ساعات نستناو للسته شهور وساعات فما ام تجي تقول لك انا ما نحبش ندخل الماكله لصغيري نحب الرضع كيما قبل سته شهور وحدي ومن بعد ندخل الصغير ساعات تقولها وي عندك الحق علاش ليه اذا انت تحب الترضع والصغير قاعد يزيد بالكدا وماهوش متقلق يعني الكرواسون النمو نتاعو سواء في الميزان في الطول في المحيط الراس نتاعو لاباس نخليوه علاش فما هما اميتا في 2019 تقول لك صغار فما فرحتني فما والله فرحتني فما نرجعوا لكيفاش باش نبداو ناكلوا متفاهمين اللي باش نبداو ديما بريسك توت لي سوسيتي سافونت يقول لك نبدا ندخل بالخضره هو ماهوش مش لازم 100% خضره مي ليديال بالخضره باش خاطر الصغير يبدا يستانس ساعه بالمطعم نتاع الخضره تعطيه الحاجه الحلوه باش يميل بطبيعته الصغير كيما العبد الكبير يمشي الحاجه الحلوه دونك دو بريفيرونس نبداو بالخضره نستناو على الاقل دو سومين نبداو خضره كهو يستانس ساعه صغير انه يهضم انه يقبل الخضره هذيك بيان سور ماناش باش ندخلوا الكل فرد وقت دونك ندخلوا بالنوع بالنوع نبداو بالنوع بالنوع ولا بمال الخضره ومن بعد بالنوع بالنوع هما فما كيف كيف أرى متضاربة شوية، فما يقول لك نبدا جمعة ولا جمعتين بالماء. وفما اللي يقول لك تبدا تنجم تذوق نهار نهارين وفي ساعة في ساعة تتعدى للبرودو اللي هو الخضرة اللي نطيبوها المرحية، كو سوسوا زاد نطيبوها على فابور ولا نطيبوها في الماء كيما هو أنا دايوغ هذا كان سؤالي باش يكون أما خير مثلا فما برشا طب تقول لك الأحسن انا الخضره تيب على فابور هو خير على فابور خيره خاطر حتى السافور نتاع الخضره ديما تكون بلو كونسيرفي وما تحطش في برشا ماء خاطر ما تضيعش معناها فيتاميناتها واملاحها وكل ما يضيعوش فك الماء اللي هي باش تيب فيه ديال الفابور مي زوز نجموا نعملوهم يعني نجم حتى اللون متنوع مره تعمل هكا مره تعمل هكا مي ليديال انها طيبه على فابور هذيك ما تفهمين فيه دونك نرجعوا باش ندخلوا الخضره كيفاه دونك في الجمعه ابوبخي كل نوع ندخلوه بالاربعه خمسه ايام نستناو اربعه خمسه ايام وندخلوا حاجه جديده باش نشوفوا الساعه الصغير يتقبل هكا النوع نتاع الخضر اللي قاعد يختفي نشوفوا فما يتحسس ولا لا ويبدا يستانس هو يبدا يتذوق علاش كي نقولوا ندخلوا بشويه بشويه الصغير حتى حاسه الذوق نتاعو سو ديفلوب بالطرف بالطرف يبدا يذوق ويقول هاي هذه باهيه ولما زاده تبدا تشوف صغيرها هذا يعجبه هذا ما يعجبوش كل مره باش من بعد حتى الكومبوزيسيون نتاع الخضر نتاعها هي تعرفها اون فونكسيون دو صغيرها في تدخيل الخضره عندنا عاده ديما نبداو بالبطاطا والسفناريا صحيح هل هي حاجه معناها ساينتيفيك حاجه معناها الطب معناتها يطلبوها او هي عاده معناها نتاع نتاعنا سيانتيفيكمون يقول لك تنجم تبدا باي نوع نتاع خضره بيان سور نبعدوا على الخضره اللي تعمل هكا نفاخ تعمل لي غاز واحد نبعدوا عليها بعد شوما الخضره اللي يعملوا لي غاز تو نجيوهم بعد باركونتخ نبداو بسفناري عليه خاطر مطعمها حلو نرجعوا لك الجو نتاع الصغير اللي يمشي للحاجه اللي تبدا مطعمها ان بو سكري سفناريا فيها ان جو سكري القرع والبطاطا يقربوا لبعضهم في المطعم دونك يبدا يدخل يبدا يطعمهم يستانس بهم ديما خير ديما يبدا بحاجه غولاتيفمون بنينه كان تعطيه مثلا من الاول سبنيخ ماهوش باش ياكلو فهمت دونك بشويه بشويه كي يبدا ياخذ مثلا القرع السفناريا البطاطا يبدا يستانس فيهم بعدين كي نزيدوا احنا شويه كرافس معدنوس السبنيخ يبدا لوغو نتاعو يسونغيشي ديجا احنا في الصغار من الاول كي نبداو ناكلوا فيهم لا نعطيو لا سكر نزيدوا دي زاديتيف بالسكر ولا نزيدوا الملح دونك الاملاح باش تكون بالخضره الخضراء اللي هي فيها نسبه ملوحه زايده شويه على لي ليغوم الاخرين فهمت دونك ونبدا بشوي بشوي يستانس الصغير راهو يبدا يقبل ويبدا يستانس فهمت باهي خلينا نقفل هنا في الخضره ومسيش خنختم معاك بالسؤال هذايا من اربعه لسته اشهر نجم في الاخر بكل نحط له خضره الموسم الكل معناتها اذا كان انا تو في الشتاء وفما الجناريه وفما البسباس وفما السفناري وفما كل شيء سلق وكلافز ومعدنوس كل فالنجم وريقه 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 حويجه 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 دوشاك من هنا لست شهور نجم انه يولي صغير ياخذ امبو او موين 650 غرام يعني ابوبخي مي باقي مانيش في الحسابات بالضبط نرجع لك حكايه 150 غرام
مي سي اون موين راهو باقي ما تنجمش تقول راهو لازمني نوزن له 150 غرام وكان ما ياكلهمش مشكله. فهمت لي؟ لا هو مش مشكله كان ما ياكلهمش، هو ساعات يكملهم ويطلب زياده. فوالا دونك نقفوا في معلومه انه الخضره الكل تنجم تتحط من 4 لـ 6 أشهر كل جمعه تدخل نوع نتاع خضره. بون اذا كان نحكيو على 6 أشهر 8 سومان معناها معناتها تنجم حتى قبل نجموا ساعات صغير اللي يقبل صغير نجم دخل زوز ثلاثه خضرات في الجمعه نجم في كل 4 أيام دخل حاجه جديده في كل 4 أيام حاجه جديده اتبخي هكاك. نرجع معك دكتوره بعد نرجع نسالوا زيادة على الغله معناتها من 4 لـ 6 أشهر نوع الغله من 4 لـ 6 أشهر شو ما الحاجات الموجوده في الخضره نبعدوا عليها ولا في الغله نبعدوا عليها خاطر تخلف لي غاز. استنونا بعد شويه مع الدكتوره منى بن حراث باش نحكي زيادة على لي غاز معناها الصغير اللي يتقلق ياسر من لي غاز واللي ما يرقدش زيادة من اللي جاز هذوما نتصور اكثر 3 مشاكل تعاني منهم الام ولا تو ولينا نقولوا يعني منهم الوالدين خاطر ما عادش الام وحدها تهز الحمل. دكتور غطاس اي والله انا راني حبيت قبيلك نرجع نسال على الخضره بعد قلت لا شويه نظام ما فيها بس كي نتنظموا نرجع الموضوع نحن اليوم باش نحكيو على الكوبل اللي الحمد لله كل شيء لاباس الا انه مازال ربي ما كتبش معناها لو بيبي لهنا ساعه ديجا الناس اللي تفرج فينا وعندهم الحاله هذيا وتعداو بها بوكو دو كوب اللي تفرجوا فينا وتوا الحمد لله معناتها تلقاه بحذاه صغير وكل كيما برشا في الحاله اللي احنا توا نقولوا عليها يقول لك عندي 6 أشهر ملي عرست 9 أشهر عام ونص التحاليل الكل باهيه تصور الكل باهين لكن مازلت لتوا نستنى وقتاش النهار السعيد اللي يكون عندي ان بيبي ديجا راهو الحمد لله خبر به انه تحاليل لاباس وانه اللي غاديو لاباس معناها الاكستريس اللي يعيشوه تعيشوا الام خاصه وساعات الام والبو نخفوا شويه الحمل على رواحنا اخويا شويه رحمه ارحم روحك انت ما دام تحاليل لاباس ساعه هذيك ديجا خبر به هو الريم ستريس يعيشوه حتى بعض الاحيان العائله المكبره الكل وانا حبيت نبدا باحصائيات يمكن ذكرناها قبل ما به برشا على خاطر على خاطر الريم ريت كي ناخذوا 700 كوبل عرسوا فيهم تقريبا 100 يمشيوا يكونسلتيو على تاخر الانجاب فهاك ال 100 هذوكما فما تقريبا ما بين خمس تقريبا 96 الى 97 تتحل مشكلتهم ويجيبوا صغار معناها يقعد كان في الاخر تقريبا 2-3% اللي فريمون معناها يكون دونك احنا نحكيو فيك 96 محسوب قول في ال 100 اللي مشاو كونسلتيو تلقى فيهم جزء اللي كما قلت انت توك فحوصات الكل طبيعيه يوخر بارفوا الانجاب 6 أشهر بارفوا عام وعامين بارفوا حتى 3 سنين شفنا حتى دي كوبل اكثر من هكا معناها والتحاليل كل شيء يبدا طبيعي حبيت نقول لريم في هنا ملاحظه باش الناس اللي يشوفونا يفهموا علاش بعض الاحيان يوخر واحنا نقولوا لهم تحليلك عادي هي الحقيقه كلمه نقولوها طب ما انا حبيت كي نقول ما عندك شيء راهو احنا مش نقصدوا اللي الشخص اللي قدامي ما عندوش مشكله مش هيك نقصد انه انا كي عملت تحاليل ما لقيتش فيها سبب عملت تصاور ما لقيتش فيها سبب اما احنا متيقنين اللي اذا كان يوخر الانجاب مثلا عامين ولا ثلاثه فما سبب اما احنا ما لقيناش هذا اش حبيت معناها الناس تفهمني انه الاسباب بعض الاحيان تكون حاجه صغيره بالكل معناها تكون انزيمه مثلا في كل احنا نقولوا كيما التربوشه هكا في السبرماتوزويد اللي ماهيش بالكدا دونك يزم عدد يزم يتحسن عدد السبرماتوزويد باش في الاخر تصير انجاب معناها تكون مع خاطر الحقيقه الانجاب عمليه معقده جدا معناها كي تشوف كيفاش مثلا السبرماتوزويد قداش يمشي مسافه باش يخلط البويضه معناها حاجه مهوله دونك حبيت نقول احنا سجلنا حسها دكتور ان شاء الله تو نشوفوها في الصحه والناس سجلنا حسها مع مختص في الامراض النسائيه وجوستومون هو جا على الحكايه هذيا تو ان شاء الله نشوفوها وخاطر علاش نقول ان شاء الله نشوفوها خاطر هو باش يحكي زاده على الاسباب وعلى الفتره هذيك معناها شنو زاده المطلوب من المراه كما من المطلوب من الزوج دونك تستناونا ان شاء الله في عدد خاص للمشكله هذه اللي هي صعوبه الانجاب ولكن انا نذكر وقتها قال عدد انا استبشرت به معناها العدد قال وانه تقريبا بنسبه نخليه معناتها على 10 حالات تقعد حاله ولا 2 ولا هي اللي ما تستجيبش للعلاج ولكن تونس
من البلدان الرائدة في علاجات صعوبة الأنجاب. قال راه تقريبا بنسبة كبيرة الفرح والكوبل وتصير معناها عملية الإنجاب لباس. المعلومة علاش حبيت نسوقها قبل أوانها وقبل ما تتعدى الحصة؟ على خاطر الناس اللي تتفرج فينا نجم تقول لك أنتم سهل عليكم أنكم تحكيوا. لا يا سيدي، احنا عندنا الإحصائيات، احنا عندنا نسب تقول اللي لباس استبشر وان شاء الله الخير جاي. هكا ولا دكتور؟ اون بلوس معناها لي زيكيب تونيزيان، معناها الفرق التونسيه اللي تخدم في الانجاب، معناها عندها من احسن النتائج على المستوى العالمي، يعني النتائج من احسن ما تكون على المستوى العالمي. دونك هذا معناها ثابت بالاحصائيات كما كنت تقول. دونك حبيت نرجع لريم الحوايج اللي يعملوهم لي كوبل اللي معناها تاخر الانجاب، لكن كما قلنا التحاليل كلها جات طبيعيه. احنا الحقيقه نلقاو في حياتنا ثم حاجات ثبتت علميا انها عندها دخل في الانجاب، لكن احنا بتاتر ما ننتبهولهاش، كما في ماكلتنا كما في حياتنا بتاع كل يوم. نعطي مثال، فما مواد في البلاستيك اسمهم ليفتالات، هذوما يحطوهم معناها الصناعيين باش يرد البلاستيك صلب باش نجمع به اواني. المواد هذه يظهر انهم تتعدى في الماكله، معناها احنا كيف نستعملوا انيه من البلاستيك تتعدى فيها نحطوا فيها مده طويله، الليفتالات هذوما عندهم تاثير سلبي على الانجاب. دونك احنا نقولوا الناس اللي ما لقينا لهم حتى شيء ينتبه للحاجات هذوما، ماذا بيه ماكلته ما يخليهاش برشا في البلاستيك، الحاجه اللي باش تقعد معناها اللي باش يتناولها، الماء ماذا بينا معناها يحطوا في اواني فخاريه ولا في البلار مثلا. يعني حتى كيشريه في البلاستيك يجيبه للدار يعمل انيه بلاستيك، والا انيه باللاوريه والا من الفخار. شوف هو قد عنده في البلاستيك ساعه، وقت اللي شريت وين احنا كي نشريه ونستهلكوه ما يقعدش عندنا. ايه هو قد قاعد عنده. انا احنا في العاده ما يقعدش برشا في دوره في التناقل، ما يقعدش برشا، معناها خاطر هو ينفع تصير الميزون اون بوتي معناها ما يقعدش برشا. احنا كي نجيبوه للدار ما نخليوش في البلاستيك، ماذا بينا نقلوه في الاواني البلاوريه والا في الفخار، سيرتو معناها في الموضوع هذا بالذات معناها. والحقيقه انا نقول هذا للي كوبل وحتى لصغيراتنا، معناها خاطر الاولياء معناها اللي خموا في ماذا بيه هو توا كوبل عنده صغار، ماذا بيه يخموا يولي جد هو يولي. دونك صغيراتنا راهو هذا ياثر عليهم معناها. وعلاش وقت اللي احنا نحضروا في الحصه دكتور قلت لك باش نركز على الماكله؟ اي جوستومون وقت اللي قلت لك باش نركز في نقطه الماكله خاطر نخمم على العادات الغذائيه اللي قاعدين ناخذوا فيها احنا، اخذينها احنا مخر مثلا في العشرين وفي 23 سنه وفي ياخذوا فيها صغارنا تو في العشر سنين وفي التسع سنين احنا عديناها لهم. وبعد نسمع ماكلت كذا تعمل ديزيكيليب هرمونا، الماكله الفلانيه تنجم تقلق مثلا اكثر الرجال من النساء. فذيك علاش قلت نحب نركز على نقطه الاكل، حتى ديجا كي نحسنوا الماكله نتاعنا وفي عمر بكري شويه نحميو صغيراتنا. بالضبط، احنا وليداتنا مثلا على ذكر لي بيستيسيد والماكله كيفاش تبدا نظيفه من البيستيسيد، احنا لقينا اللي فما انواع من البيستيسيد عندها تاثير سلبي على الانجاب، والسنسيبيليتي معناها السنسيبيليتي تاع الشخص مش ناس كل كيف كيف، فما ناس عندهم بلوس دو سنسيبيليتي للمواد هذيا غيرهم، معناها تقول انت هنا ناكلوا كل في السفنيريا وناكلوا كل في البطاطا الموجوده في السوق، السنسيبيليتي مش هي نفسها، فما ناس يتاثروا اكثر من غيرهم، وكي نعملوا لهم تحاليل ما نلقاوش حاجه ظاهره. دونك انا نقول سهل انك انت في الوضعيه هذيا وحتى ما زلت مع راسك ملتويك تنتبه انك تقشر مليح الخضره الكل اللي تقشر الكل وتقشر الغله اللي تقشر الكل خاطر صعيب علينا المراقبه البيستيسيد. دونك احنا كيف تجينا كان انت لقيت كيفاش تشري حاجه بيو يكون سهل، سينو تشري العادي وتقشر الماكسيموم، تخليه في الماء مديده وزيد تقشر بالكدا كما قلنا الخضره والغله. اللي احنا قبل كنا نقولوا التفاح كله بقشوره، معشر برشا غله انواع تاع غله تقول كلها كان تلقى تفاح بيو مش فالي. دونك اليوم علينا نقولوا كان تلقى تفاح بيو كله بقشور ما كانش قشر. فوالا تقشر وقشره غليظه زاد باش خاطر حتى شويه فما ايباسيور يدخل لها البيستيسيد. ايضا بالنسبه للحوايج حبيت نقول اللي فما ابحاث ورات ان الحوايج الضيقين اثروا بصفه سلبيه على الانجاب حتى ولو التحاليل الحوايج الضيقين معناها تلبس حاجه لاصقه البدن برشا معناها اللي سوفيتمون والحوايج البرانيين تو مثلا نشوف موضه الاولاد وبنات السروال الضيق برشا عند الاولاد ثبت انه ماهوش مليح على خاطر يطلع الحراره معناها في الخصيه وهذا ينقص في العدد السبرماتوزويد ينقص في عدد الكاليتي نتاعهم. دونك حتى لو هي موضه حاول ما يقعدش ديما في السرول شويه شويه. هي الموضه تو كلها لبسه نتاع معناتها لبسه ضيقه. حتى الولاد ولات عندهم سيرتو عند الولاد الحقيقه معناها ماذا بينا ما نتجنبوا المساله هذيا سيرتو عند لي كوبل اللي يحب معناها يجيب صغيرات وقع تحليل عاديه. على خاطر الريم راهو العادي نعطي مثال مثلا في عدد السبرماتوزويد من 20 مليون نقولوا باهي، لكن فما شكون عنده 200 مليون
في المليمتر في المليلتر. دونك احنا ماذا بينا الخصوبه تزيد باش الانجاب يكون اسرع. فوالا دونك كما قلت معناها هذايا الابحاث ورتنا هذايا انه معناها ماذا بينا بالنسبه للحوايج اي البورتابل زاد بربي الهريم حاجه مهمه جدا. احنا الكل كنا نقولوا البورتابل مش مليح للصحه انه يكون قريب برشا. توا معناها ابحاث جديده خرجت ورات انه الشيء دار بحث تعمل في هونغري لقاو اللي الرجال اللي يخلي البورتابل نتاعهم في المكتوب تاع السروال معناها قريب الاعضاء التناسليه نتاعو عنده تاثير سلبي ينقص عدد السبرماتوزويد وحتى الحركه نتاعهم تنقص. دونك هذا تاثير سلبي نجمو نجنبوه معناها ما نحطش بورتابل في السروال. دونك سهل يعني بون تظهر حاجات بسيطه لكن للاسف هذه اثبت العلم هي ان حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه تولي حاجه كبيره. الله يفتح عليك. كيفاش حبيت تقول معناها انا نقول على حاجات اللي هما نجمو نعملوهم سهل معناها اني ما نحطش البورتابل نتاعي في مكتوب السروال حاجه سهله. الميزان زاد حكينا برشا مرات على انه زياده الوزن تنقص شويه في الانجاب ايضا حتى نقص الوزن الفادح برشا معناها الناس الضعاف يسقطوا برشا معناها ضعاف برشا نقول لهم باش يعرفوني يفهموني شنو نقصد اللي البيمي كتله البدن نتاعو 17 معناها ضعيف ياسر هذاك ايضا لقينا اللي فما تاثير سلبي حتى ولو تحليل يصرف عليها في الفلوس هذيك الكتله هذيك يصرف عليها في الفلوس زيد تمشي الفلوس زاده لا معناها ما بين 18 ديزون 22 باهي اما كي يبدا تحت 17 سنين انت جيوك دكتور حكينا فيه الموضوع قبل يقول لي معناتها لا تاي معناها تقول من كان تقول له نحب نضعف دونك نبو هذا بنياتنا معناها حتى قبل ما تتزوج ماذا بها ما تكونش ضعف نعرف الموضه تو يحبوا روحهم ضعاف اما راهو مش تحت 17 بي ام لانه خاطر ثبت انه فما تاثير سلبي ولا هو فوق ولا هو فوق فوالا ما يفوتش ال 25 بالطبيعه ما يفوتش 25 ومش تحت 18 فوالا دونك هذوما معناها ثبت علميا انه كيف داير برشا نساء كيف تجي للانجاب وقينا تحليل كل شيء بمريقل ديجا كيف نلقاو اكسيد بوا تعديل الميزان يقوي قدره الانجاب وعندنا برشا نساء تجيب صغيرات ما تحبل على خاطر ديجا فيك الفتره اللي نجمنا نعدلوا الميزان. سامحني دكتور خاطر احنا نحكيو بالارقام قبيليك تحت 19 فوق 25 فما اللي يتفرج فينا يقول لك شنو يحكي سامحني تحت ناخذ مثلا 17 كيش نقع انا بسطنا اللي يمكن ذكر كي حكينا على الوزن بسطنا نعاودوا نبسطوا الوزن نعاودوا ما فيش ناخذ التاي طول نتاعي طول نتاعي طول نتاعي نضربه في الاثنين مثلا طولي مثلا متر وفاصل سبعة نضربه في اثنين؟ ايه نضربه في اثنين مش في اثنين معناها 1.7 في 1.7 ونضربه في العشرين هذاك تنجم نقول السوي سامحني هذاك السوي معناها ماذا بينا طول في طول طول في طول في العدد اللي حاجتي به هنا مثلا البي مي 18 ايه الشيء ما يلزمش يكون اقل ايه؟ نعمل 1.7 في 1.7 في 18 ايه؟ نشوف الميزان اللي ما يلزمش نهبط تحت منه باش تلقى الميزان اللي ايه؟ انت مطالب انا بسطتها لهم على خاطر الفورمولا الاخرى صعيبه دونك هذه سهل واحد انا طولي طول مثلا طول في الطول فوالا طول في الطول في بالمتر في العدد الكتله اللي انا حاجتي بها انا نحب ما نكونش تحت ال 18 نعرف الميزان تاع 18 ما نحبش تحت منه كيف نضربها في ال 25 كان عندي زياده وزن مثلا بنتنا مثلا طولها 1.60 تعمل 1.6 1.6 في ال 25 تعرف الميزان الماكسيم تاعها فوالا كان هي فاتته وتحب تجيب صغيرات لازم تهبط تحتك الوزن اللي لقاته بالحسبه هذه باش نرجعوا بعد للماكله معناتها بالحق معناتها باش نحلوه بالماكله اليوم حتى كان ما زادناش وقت باش نكملوا بقيه لي بلونت الكل يمكن نرجعوا في حصه اخرى خاصه لاهميه الموضوع وللناس اللي طالبه الموضوع هذا بكثره شو ما الحاجات اللي في الماكله نتاعنا نركزوا عليهم اكثر للناس اللي تحب تجيب صغيرات شو ما الحاجات اللي نبعدوا عليهم على خاطر تنقص الخصوبه وقت اللي ناكلوهم. ولهريم فما حاجتين يخصوا التدخين ويخصوا الكحول زاده فيهم ابحاث جديده تنذكرهم ان شاء الله. التدخين والكحول. فوالا هما معروفين معناتها من قبل. اي فما حاجات جديده حقيقه انا بدي استغربت كيف خرجت معناها دونك نذكروهم ان شاء الله. نرجعوا دونك نرجعوا لدراسه جديده ونرجعوا نعطيكم ان شاء الله وصفات طبيعيه. تنجم تعاون بيان سور مع طبيبك، انت في متابعه خاصه مع طبيبك ماشيه او ماشيين قد قد على النصائح نتاعو وعلى دواه وعلى كذا، في الفتره هذيك شو الحاجات اللي تنجم تكون موجوده في المداوات بالاعشاب الطبيه ولا في الميوباتي ما نعرفش ذاك لاكوبانكتور تعاون فوالا دونك في الوقت بالابره الرقيقه والصينيه شو الحاجات نجموا يعاونوا يحسنوا في الانجاب او في نسب الانجاب للناس اللي عندها صعوبه الانجاب. لكني اللي هو حب شباب دكتوره خوله جبيري
انا ما تصورت انه باش نحكيو معناها على لكني على الانعكاسات نتاعو سلبيه، تصورت ان حاجه معناتها سهله. يمكن الاصعب انه نحكيو ساعه اللي هو حب شباب، علاش يجي الصغيرات غير صغيرات؟ من عمر يبدا يظهر حب شباب؟ من عمر الام تقول هذه ماهيش حبه عاديه عابره، هذا ينجم يكون حب شباب عند ولدي ولا عند بنتي؟ وقتاش معناتها حتى تنجم تطلع الحبه وتمشي على روحها؟ وقتاش اون دوا كونسلتي؟ يلزم يكون فما طبيب يتبع. هو اون جينيرال معروف حب شباب يطلع في سن المراهقه. ساعات قبل حتى سن البلوغ كما نقولوا باشهر ولا بعام تبدا اكلبو بديت الهرمونات تبدا في التحضير. في التحضير يعطيك صحة، دونك تخلف تبدا حبيبات جيده تحت البشره، وهوني تبدا تتحضر الاكني، يبدا يتحضر حب الشباب وباش يمشي ويزيد يولي معقد اكثر على قد ما الهرمونات تولي اعلى، خاطر في سن المراهقه الهرمونات كسوا ذكوريه ولا نسائيه تبدا في الاوج نتاعها كما نقول، مازلت ماهيش معدله وعاليه برشا، دونك وقتها تخلف الاكني. هنا سامحني في النقطه هذه بالذات لا باش نعطي ميساج للي بارون، الوالدين يتفرجوا فينا تويكا وكيرا الجبين الكل معبي بحب شباب، ساعات الجبين والخشم يتفجع على سورتو كي تبدا بنيه. كي يبدا وليد يقول لك عادي فما حتى مشكله، كي تبدا بنيه يقول لك ربي قوي ساعده، معناتها ديجا بدينا فتره المراهقه بحب شباب، دونك ليه ساعات يتفاجعوا ويقول لك انا بنتي باش تخيب وبنتي باش تقعد خايبه وشبي بنت فلانه وشبي بنت اختي وشبي بنت جارتي ما عندهمش علاش بنتي، دونك لهنا فما مشكله. انا جوست نحب نطمنهم اللي راهو حب شباب تو او تاغ يتنح، راهو ماهوش صعيب حتى في لي تريتمون نتاعو، لي تريتمون نتاعو معروفين، معناتها قد ما يطول راهو يتنحى. اللي اصعب في التنحيه هما لي سيكاتريس، هما المشاكل اللي تخلفهم الحبوب. فوالا بك تبان هذا ميساج الحقيقه انا حبيته اي حبيت الميساج هذا يوصل قبل ما نحكي على حب شباب باش ساعه الناس تبعنا وهي مرتاحه. راهو حب شباب يتنح مهما طالت المده نتاعو، صحيح راهو يتنح. ما تتفجعش على ولدك على بنتك. اللي نحبوا نحكيوا عليه باش نتفاداوه هو هكا المخلفات والمشاكل اللي تصبوا فيها الحبوب. به الحبوب قداش نجم تقعد في البشره نتاع الصغير؟ اخ تو ديبون، هوني كل حاله وكيفاه، ما فماش وقت معين. فما اللي عام وتمشي على روحها، وفما اللي تدوم معاه سنين. اش معناتها سنين؟ معناتها تنجم تمشي خمسه سته سنين حتى اكثر. احنا وقابليه البشره، احنا الماكله والحميه، سي توت اون هيجين دو في، معناتها احنا ولاهين بالبشره نتاعنا ولا لا، لاهين بماكلتنا ولا لا، نعملوا في سبور ولا لا، فهمت؟ معناتها سي توت ان تو راهو. دونك متفاهمين انه التغذيه حاجه مهمه. على الاخر متفقين عليها الكل، من طبيب صغار لطبيب الكبار متفاهمين فيها. باهي نمشي نشوفوا صف الناري خاطر توا زمانها توا وقتها، وهي هذولي تهمكم تهم الكل معناها الاعمار الكل. طبيبه دكتوره قبيله كانت تحكي على صف الناري، انتم في طب التجميل تحبوها ياسر دونك كيف كيف الفيتوثيرابي صف الناري، المنافع نتاع صف الناري، طرق الاستعمال نتاعها مع اخصائيه التغذيه ايمان السوسي. وراجعين فوالا دونك ايه معناتها نكملوا من بعد شويه، كان اذا كان الفيديو مش حاضر نكملوا من بعد شويه، سينو تستنونا في السفناريه خاطر ساعات ما نعرفوش نستعملوها وساعات صغارنا ما يحبوهاش ونحبوا نغرموهم بك الخضره هذيك ونقنعوهم وانها راهي من الخضار الباهيه. نذكر مره ان دونتيست حاضر بحذانا لهنا نحكيو على تقويم الاسنان فقال التفاح والسفناريه مثلا، دونك حتى في طب الاسنان تذكرت السفناريه. حتى الصغيرات في تطليع السنين زاد الدكتوره يعطيهم يحكوا سنيهم على السفناريه. السفناريه نيه 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 باش يقرمش. اوكي دونك نمشي نشوف السفناريه حكايه السفناريه. عسلامه، اليوم اخترت باش نحكي لكم على السفناريه توا وقتها شتاء. السفناريا فيها عدة ألوان وعدة أشكال، فيها الأبيض فيها البرتقالي فيها الأحمر توصل حتى للون البنفسجي، وكل ما زادت اللون زاد يغمق كل ما زادت المنافع متاع السفناريا أكثر. لذلك ننصحكم بأنه ما يسالش تاخذوا الألوان الأغمق باش تكون فيها المنافع أكثر. بالنسبة للسفناريا نجموا لهنا يستعملوها الناس اللي عندهم مشكلة القرحة متاع المعدة، نجم يستعمل كيس متاع عصير سفناريا
قبل الوجبة يرتاح شوية ثم يبدأ يأكل مكلته، تعاون في معالجة قرحة المعدة. أيضا ننصحوها لتجديد خلايا الجلد متاعنا ولتجديد خلايا الشعر متاعنا، يعني كالتلف متاع الشعر، شعر يتساقط وشعر يكسر وجلدتي شايحة، لهنا نجمو يشربوا يواظبوا على شرب السفنيريا، وخاصة في فصل الصيف كيف يصيرك التقصفات متاع الشعر نجمو ناخذوا السفنيريا مدة 10 أيام متاليين، ثم نقصوا عليها مدة متاع 3 أيام 4 أيام ونجمو نرجعوا، لأنه حتى الكثرة متاعها تنجم تعمل مشكلة تغير في لون الجلد، معناتها نجم تتغير لون الجلد متاعنا من كثرة استعمال السفنيريا. أيضا تقينا من مشاكل السرطان الثدي، من سرطان الأمعاء، اللي هي لأنها تلين الأوساخ، متخلي شكل الأوساخ تكون في بدننا وتقعد في بدننا، مما يخلي الخلايا متاعنا معناتها تتقلب وتعمل الإفي متاعها العكسي. أيضا منصوحة لحالات النقرس لأنها مضادة للالتهابات، وهنا ينجم يداوم عليها مدة كبيرة شوية لمدة كبيرة شوية لكي يتخلص من الالتهابات هذوما. المعروف فيها اللي هي تنظف الكبد، لكن يكون استعمالها لهنا مع بعض الخضار الخضراء، يعني مش مستعمل السفنيريا ومعها سلايت معها البرودو، باش يصير تنظيف للكبد متاعنا، تنظف الجذور الحرة في الأوعية الدموية. لكن لهنا المستعمليها اللي عندهم مرض السكر يحاولوا ما يستعملوهاش عصير، ينجموا يستعملوها نية، يستعملوها في سلطة في الفطور فقط، وإلا في الصباح لهنا ينجموا يستعملوا سلطة السفنيريا النية، تقوي جهاز المناعة متاعنا، ونجموا لهنا نعطيوها لصغيراتنا عصير. منصوحة زادة للناس اللي عندهم فقر الدم وينجموا يواظبوا عليها أيضا مدة مطولة شوية، لأنها تعاون في تكوين الكريات الحمراء. منصوحة للناس اللي تحب تضعاف لأنها مضرة للبول، دونك لهنا نلقاوها سيختو، ننصحوها للناس اللي عندها مشكلة برشا ماء في بدناتها نعطيهم الكيس نتاع عصير الجزر في الصباح. أيضا عصير الجزر المعروف عليه اللي هو يقوي النظر، لهنا الاستعمال ينجم يدوم حتى 20 يوم، وتحمي أيضا مثل النقص نتاع النظر في الليل أكثر حاجة، مهدئة للأعصاب. أيضا نلقاوها تقوي الأعصاب إذا كان صار استعمال متاحها يوميا مدة 6 أيام متتالية، هنا توصل أنها تقوي الأعصاب متاعنا وتقوي قدرتك على التحمل للناس اللي عندها التشنج على أقل حاجة. بالنسبة للسفنيريا نجمو نستعملوها سواء كان في السلطة نية، كيف ما قلنا لهنا منصوحة أكثر للناس اللي عندهم مرض السكري يستعملوها نية، نجمو نستعملوها طايبة كما سلطة أم كحورية ومعروف، دونك لهنا يصيرش الناس كل نجمو نستعملوها، نجمو نستعملوها عصير لصغيرات متاعنا إذا كان ما قبلوش الطعم متاع العصير متاع السفنيريا، ولو هي في الشتاء تبدأ بنينة معناتها حلوة. لهنا نجمو نضيفولها كعبة السفنيريا، عليها كعبة بربدين، وكل الطعمة تتنحم تاع السفنيريا. نجمو نستعملوها، نجمو نعصروها ونصبوها في وسط البرودو متاعنا، معناتها برودو طايب، ونجمو نصبوها في وسط البرودو متاعنا باش صغيراتنا ياخذوا أكثر ما يمكن من المنفعة. نجمو نعملوها في جاتو كما تشوفوا لهنا، الوصفة متاعنا كانت نحطوا زوز كيسين عصير متاع سفنيريا، نحطوا معها كيس فارينة، كيس نص كيس متاع سكر، كيس زيت 4 عظم، شخلطوا الخلطة هذه الكوبيكة ونحطوها في الفور، ويكون لهنا جاتو متاع سفنيريا ما يحسش فيه طعمة سفنيريا ويستلذذ به معناتها الطفل متاعنا. أيضا نجمو نستعملوها كسفنيريا ناكلوها معناتها كدي ترانش، نجمو تكون موجودة في ماكلتنا. دونك ان شاء الله وصفتنا لليوم عجبتكم، ونحبكم تستمتعوا برشا بالسفنيريا في مدة الشتاء. شكرا لك ايمان السوسي، اخصائية في التغذية.
احنا ركزنا اكثر على السفنيريا على خاطرها الخضره نتاع الموسم، وان شاء الله باش نجيو على خضار اخرين. على فكره احنا الفيتي قاعد يتعدى واحنا نحكيو على السفنيريا واستغربتوا جاتو بالسفنيريا بنين برشا، جربوه خاطر انا جربت الجاتو اللي بالسفنيريا بنين، وكيزيدوا شوفان يولي نافع وبنين زوز. دونك فما لي جاتو اللي بالسفنيريا وبالشوفان نافعين برشا وبنين برشا. ولهنا نتصور الدكتوره حتى صغيرات ياخذوهم مش في الكات سيموا، بعد شوي بعد شوي به. وقفنا في الـ في الـ في الاكني، خليني ميساج نربط بين السفنيريا والاكني، خاطر من الحاجات اللي ينصحوا بها برشا الطب بصفه عامه، يقول لك تحب نظاره في الوجه، تحبك الكو ديكلا، دير زيت السفنيريا عندكم في الفيتوثيرابي والسفنيريا وقت اللي ناكلوها، حتى في الاكني وفي لي تاش بروين قبيله بركه نحكي انا وسيم، خاطر عندها لو فيرتو انتي انفلاماتوار، تنحي الالتهابات وتفتح في البشره. دونك كلي ماسك اللي يقول لك بسفنيريا صحاح مش غلطي دكتوره، حتى لي بي ليسونسييل زاد ياسر بهين فوالا به. وقفنا في الاكني انه المشكله في تنحيته، باهي تو نجي ان شاء الله مره اخرى نحكيو على الاكني بيدو، حب شباب بيدو وفي مختلف الاعمار وفي مختلف الانواع ومختلف الحلول. صحيح، خلينا نركزوا توا على المظهر نتاعو او الانعكاسات نتاعو، يعني وقت اللي تنحى حب الشباب اللي خلفها هو يجي ساعات حتى في عمر كبيره، يجي حتى في الاربعين، هو لي دو بيريود الكبار في وقت المراهقه، وحتى والبيريود الثانيه المعروفه هي في الاربعين. في الاربعين وقت الانسان يقول ساي يقول لك ما عادش يجيني يرجع ينجم يرجع. لهنا شنو هما المخلفات اللي نجم يخليهم حب الشباب؟ شنو ينجم يخليهم؟ علاش احنا ركزنا عليهم وفات المشاكل هذوما؟ خاطر يتسببوا في مشاكل نفسيه، معناتها اون جينيرال لي جون والا معناتها حتى بعد 40 سنه ويخلفوا لهم هالمشاكل هذوما باش نحكيو عليهم، يخلفوا شويه عقد تيلمون سوسيالمون يتقلقوا برشا مساكن بالمشاكل. باش نبداو بالحاجات الخفيفه اللي نوصلوا للمشكل الكبير. الحاجات الخفيفه مثلا للبشره اللي تكون فاتحه، يخلفوا لهم دي تراس احمر، معناتها كل مش تاش بروين بلوتو احمر شويه، البول فاتحه تخلفهم احمر، هوني يبداو كل حبوب مي اون غولييف، معناتها كي شويه اون غولييف ماهيش بلان مع البشره. هوني الحل ساهل برشا، نقول لهم يسوفي نعملوا دي بيلينغ سوبرفيسيال، بيلينغ دو دي سيونس، نجمو نمشيو من زوز لستة حصص كل جمعه حصه، فريمون البو تصفى بالكدا وهالاماكن الحمراء هذيا تتنحى كومبليتمون. سامحني دكتوره كي نقولوا بيلينغ معناها ما نعمر 18 انا ديما 18 ديما نقول 18، لكن لازم يعرفوا اللي بور لي سيكاتريس رانا مش سوفي ساي تنحاو لنا الحبوب نمشيو نجريو باش نداويو لي سيكاتريس، لا لازمنا نعطيو مده شويه اشهر، نقولوا بين 3 و 4 شهور لو طون اللي نبداو سور اللي لاكني برات باش نبداو في التريتمون تاع لي سيكاتريس. علاش؟ خاطر نجمو كي نخربوا في التريتمون معناتها نعملوا تو جوست ابخي التريتمون دو لاكني، نجمو اون ريفاي سوا لاكني والا نتصبوا في مشاكل اخرى. باهي، دونك اول حل تعطيوه انتم هو البيلينغ، ينجم بالبيلينغ يمشي على روحه. صحيتك، بالنسبه لتاش الاحمر هذوما. باهي. بالنسبه للبشره المات احنا نقولوا اللي هي غامقه شويه معناتها السمراء. هوني ينجم الاكني تخلف لهم لتاش بغون. لتاش بغون نتاع الالتهابات نتاع هكا الحبوب، ماهمش لتاش بغون الدسه. لازم يفرقوا بيناتهم، فهمت؟ باش يبداو كيما دوره الحبوب معناتها وموجودين ان بو بارتو في البشره. اون جينيرال منيش يجيو متبربيش، سامحني في الكلمه. علاش قلت راهو يعطيك صحه؟ على قد ما الاكني تتنحى فاسيلمون، على قد ما هكا تبربيش وساعات يفقعوها وما يحملوهاش ما شو، هذيك اللي تدخل في لهم هالمشاكل هذيا الكل. بالنسبه لتاش دونك برون فما برشا حلول. اون جينيرال فوالا جوست باش نعطي كلك اكزومبل، نجمو نعملو اسوسياسيون بي ار بي ميزو مع بعضها، وبعد نتعداو للبيلينغ المويا اللي باش يكمل يقشر كومبليتمون البو، دونك نتخلصو ان شاء الله من لي تاش بوين. اللي فريمون يتسبوا في برشا مشاكل لا وسوسيال وساعات عنا ديجون بالحق يتقلقوا برشا، هما هكا الحفر اللي تخلفهم لاكني. تلقاها البشره ماهيش ليس، فما من البور ديلاتي واحنا ماشيين، فما اللي يجي جوست على بور ديلاتي تلقاه جوست المسام محلوله شويه، هذاك بيلينغ دو يتنحى، بينا نحكي على الحفر اللي قدر كيما كبر الحبه كيما كانت، دونك ادي دوغري ديفيرون.
دونك هذوما هما اللي اون جينيرال يلزم نتلهو بهم بالكدا باش نوصلوا ان شاء الله لنتيجه باهيه، وهكا العقد النفسيه والمشاكل النفسيه دونك نتخلصوا منها. بي هوني باش كي تبدا كيما نقولوا لي ديبرسيون خفيفه، معناتها الحفره ماهيش بروفونت، نجمو نعملوا دي بيلينغ مويان، معناتها تقشير بالبيلينغ مويان، كل جمعتين نعملوا حصه ما يقارب اربع حصص، قدرة ربي تتحسن بالكدا. بي بالنسبه للحفر اللي اغرق شويه، هوني نتعداو للازير سي او 2 فراكسيوني. انا علاش نقول لازير سي او 2 فراكسيوني؟ فما لازير سي او 2 وحده اللي هو يعمل لو سيرفارسينغ، معناتها البو ترجع ليس اترافير لي سيونس، معناها البشره ترجع رطبه ما عادش فيها مخلفات نتاع حب الشباب. صحيتك نحفر لا تاش بغيون لا حتى شيء، لا مش تاش هوني نحكي حفر حفر برك تاش سي اوتخو شوز. فوالا هوني نحكي حفر البقاع اللي تخليهم هكا اللي نقولوا احنا قاعد بلاصه زرقاء هذيك واضحه، يا بيلينغ يا بي اخ بي يا ميزو ميزو بعده بيلينغ. فوالا لهنيك نقولوا حفر ونقولوا لازير سي او 2. لازير سي او 2 علاش نحكوا فراكسيوني؟ خاطر زيد الراديو فريكونس. دونك عندك لازير سي او 2 باش يعمل لك هكا ديبرسيون باش يطلعها هكا البشره باش تطلع، دونك ما عادش تولي فما الحفر. والفراكسيوني اللي زايد لا راديو فريكونس باش يعمل ستيمولاسيون تاع الكولاجين. كان تحب نشوفوها اذا فما لوستراسيون ديجا فيديو جوست باش نشوفوا كيفاش تتم عمليه اللازير هذايا سي او 2. دونك انت باش تعلق لنا ناتيوك احنا تساوي، انت باش تعلق لنا عليهم. دونك احنا عندنا الانسه هذه عندها لي سيكاتريس وعندها لي بور ديلاتي، دونك اون جينيرال حضرنا البو نتاعها البشره نتاعها جمعتين ولا ثلاثه جمعات قبل باغ دي سوان دي بيغمونتون، دي سوان نتاع التفتيح راه مهم جدا كي نستعملوهم قبل اللازر سي او 2. علاش؟ باش نتفاداو المشاكل من بعد. دونك كنا عملنا هوني لا كريم انستيزيون تقعد ما يقارب نصف ساعة لساعة باش هكاك السيونس تتعدى مرتاحة وال الباسيون ما يتقلقش، وبعد نبداو دونك باللازر سي او 2. ديجا هاكا سي دي كارو كان تراهم اون بلون، هذاك عملنا ان تيست دو لازر الى هوني باش نكملو باش نخدمو لها دونك لي دو بارتي نتاع الوجه نتاعها. كيما ترى ما يوجعش ما يقلقش، يسوفي حاتينا لا كريم انستيزيونت. الاماكن هذيك البيضاء راهي تتنحى ما تقعدش، لكن الجمعه الاولى فما عينيه ملازمه تكون موجوده اللي هي فما لي كريم ايدراتونت لي كريم ريباراتريس، نعطيو حتى دي سوان في الليل وفي النهار. الوجه باش يكون محمر شويه ومنتفخ شويه ليامات الويله، من نقول نهايرين الويله. بعد فما البلايص هذوكم باش يقعدوا اماكن داكنه شويه وباش يقشروا من بعد. يسوفي عادينا الجمعه الاولى بقدر تبي نكونوا تخلصنا، ولا زير سي او 2 باش يبدا يظهر تظهر النتيجه نتاعو في ميزور دو طون. واضح. دونك قداش نعملوا من حصه؟ اون جينيرال نعملوا بين زوز واربع حصص احنا والحاله اللي عندنا، كل شهر حصه. مش ممنوع على حتى حد اي 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 باسيون يجيكم ينجم يعملها، ولا فما امراض معينه ما تمسوش باللازير؟ باهي، اول حاجه لاكني اكتيف لي، لاكني في معناتها مازالت وهي تطلع والكل لا، يلزمنا نتمنوا اللي لاكني تكون تنحات. معناتها اذا كان حب الشباب مازال فيه شويه ماده ولا فيه ولا التهابات ما تنجموش تمسوه باللازير. يعطيك الصحه. اللي فما دي ادويه معينه اللي كل انسان ياخذها، ديما نعملوا ان انترفال دو كيلكو موا باش نعملوا لو لازير سي او 2. المراه الحامل بالطبيعه، المراه اللي ترضع، واللي عندهم امراض فقر معناتها قله المناعه، هذوما اون جينيرال. شكرا لك دكتوره. باش نختم معاك دكتوره زيدا، نعرف موضوع كبير ياسر ونستناو احنا في برشا نصائح، على خاطر وعدناهم باش نحكيو على الغازات وباش نحكيو على النوم. باش ناخذ معاك زوز ثلاثة أهم نصائح نجم تعطيهم للوالدين يتفرجوا فينا تويكا، ونرجعوا لنا عودة للموضوع هذا يمكن مرة جاية ناخذوا الغازات وحدهم. أهم زوز نصائح شنو هو؟ الغازات اللي تصير عند الصغير، هو اللي بالفرنساوي اسمه ليكوليك، هيك المغص اللي يصير للصغير. لازم ساعة لي بارون يعرفوا اللي هو ماهوش غراف، اللي هو ماهوش مرض زادة، اللي هي حالة خاصة بالرضيع اللي ما بين 15 يوم حتى كشي لاربع شهور. بعد اربع شهور جينيرالمون بريسك دونك 90% اكثر من 90% من الصغيرات اللي يبدا ما عندهم حتى شيء. دونك الاربع شهور الاولانيين هما الصعاب. الاربع شهور الاولانيين والاكثر الشهرين الاولانيين، خاطر من بعد الا في الحالات القصوى اللي يقعد لهم الغازات، فهمت؟ ديما من الاول وزاده ماهمش صغار الكل.
فما سوسيبتيبيليتي بارابور من صغير لصغير. باش تعرف اللي هو بكي على خاطر عنده غازات ولا بكي من وجعه اخرى؟ هو جينيرالمون صغير اللي عنده هالكريزات هذيك اللي تصير يبدا لاباس عليه، يبدا يرضع، ما عنده حتى مشكله في الرضاعه نتاعو، ما عندوش حتى حاله مرضيه، ما عندوش سخانه. يعني في النهار يبدا لاباس عليه، ما عنده حتى قلق. يعمل الغازات نتاعو طبيعيه، يوسخ روحه بصفه طبيعيه، ولكن يجي اخر النهار وخاصه في الليل ويقوم يبدا يتعصر، يبدا موجوع. لي بارون تقول لك ولدي موجوع شبيه، فهمت؟ الوالدين يبداو ونجم هاك المغص اللي يصير له ينجم يقعد حتى ثلاثه سوايع ورا بعضهم. يعني انت شوف صغير يبدا يبكي دان سول تونو فرد بنفس الريتم ثلاثه سوايع يوصل، يعني مش الكل باش يبكي ثلاثه سوايع. وينجم تقعد الحكايه هذه تفوت حتى ثلاثه مرات في الاسبوع، ونجم تقعد حتى ثلاثه اسابيع حتى اربع اسابيع، كيف كيف ما يتحسن وما يتحسنش، يقعد ديما يعمل هكاك. ماهوش مرض وماهوش حاجه مخترعه. هنا باش نزرب انا نسال هكا شويه اسئله اللي تجي على بال الناس. البيدياتر في العاده يعطيو قطر ولا يعطيو دواء مرافق؟ فما والدين تخاف تقول لك ما نعطيش لولدي الدواء انا على الاول ولا اباز دو بلانت. هو غيرمون ما عندناش دواء، يعني دواء ينحي هالمغص وهالوجاع اللي تصير للصغير، هكا دواء راديكال يبريهم 100% ما فماش. فما ديما نمشيو لسوليسيون ناتوريل، سورتو الصغير ماذا بينا ما نعطيوش الدويات خاصة في الأيامات الأولانيين. نمشيو للنصائح انه صغير نعطيوه نعملوا مساج بالكدا للصغير، ندوشوا له في الليل، نعملوا مساج سيركولير للمعده نتاع يعني للابدومين نتاع الصغير. نجمو نعطيوه شويه ماء بالبسباس، نجمو نعطيوه دو لا كاموميل للصغير. حتى الدويات اللي موجودين يعني الكلهم لا ماجوريتي سي اباز دو فيتوثيرابي. الهوميوباتي تنجم تعاون، ساعات نستحقاو في حالات قصوى نجمو نعطيو لي زونتي سباسموديك والا، مي راهم ما يعاونوش برشا غيالمون، ما فيهمش هيك ليفيكاسيتي الكبيره. فوالا لازم برشا صبر من عند لي بارون، الام لازم تبدا تقبل اللي راهو ساعات ما يصدقوش اللي ولادهم باش يتحسنوا. راهو تقول لك ليه ماهوش باش يتحسن، مي راهو بشويه بشويه يتحسن. ومعاه بكري نحكيو على النوم، اذا نقصوا الغازات صغير يرجع يرقد اوتوماتيكمون. احنا قبيله في الخضره قلنا من اربع ست اشهر نجم ياكل الخضره الكل، فماش خضر معينه ليه خاطرها تعمل الغاز؟ هو من الاول مثلا نبعدوا على البروكلو. بروكلو اي خاطر لي كمان فما صغارات يتقلقوا ياسر منه. نبعدوا على البصل من الاول، نبعدوا على الثوم من الاول، نخليهم ديما للاخر خاطر هما بطبيعتهم مازال الجهاز الهضمي نتاع صغير مازال ماهوش ماتيور بالكدا. نخليهم في الاخر، وحتى كي ندخلوهم نبداو بشويه دي لامال يعني يبداو ياخذوهم في الغله من اربع لست اشهر. شنو الغلال اللي ما 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 مسموحه او اسهل انه انا هي الغلال اللي ممنوعه من اربع لست اشهر؟ احنا جينيرالمون اون ايفيت لي فروي روج، هذوكم ممنوعين حتى يكشي الفري روج، معناها فريز، رمان، الرمان، الفرامبواز، هذوك ما نيفيت خاطر فيهم نسبة كبيرة، يعني نسبة الحساسية تبدا موجودة فيهم برشا. ممنوعين من 4-6 شهور كها ومن بعد؟ لا ممنوعين حتى يكشي للعام. حتى يعني العام شكون يقول لك نستنى للعام ومن بعد ندخلهم، فما اللي يدخلوهم في 9 شهور 10 شهور، هذوما ما نحكيوش عليهم. لكن الغله اللي ابيتوالمون ندخلوها للصغير هي التفاح، هي النجاس، هي البنان بكميات صغاره خاطر راهو يعصم شويه الكرش. نجمو توا سورتو وقت البرتقال نجمو ندخلوا العصير نتاع البرتقال بانواعه زاده بالحلو اللي ماهوش حلو. فهمت؟ خاطر ساعات يقعدوا يحبوا كان البرتقال على حلو، الوغ حتى المدالينا باهيه. فهمت؟ نجمو نعطيوها مثلا بقيه فما صغير مثلا تولد وقت البطيخ وقت دلع، فما صغير تولد وقت مثلا باغ اكزومبل تاو الكيوي موجود على طول، مثلا الاناناس موجود على طول، مسموح من 4-6 اشهر ولا لي فروي اكزوتيك زادنا بعد عليهم شوي. دونك اذا كان نلخص من 4-6 اشهر ما تفوتش تفاح، انزاس، برتقال، بنات وتمر
كتمه هذيك نبداو بهم ومن بعد احنا والصغير زيد فوالا ان شاء الله هنكملوا معاك الموضوع هذا حتى احنا بديناه وما كملناش اللحوم ما حكيناش عليها العسل ما حكيناش عليه الفاكهه ما حكيناش عليها البسيسه الدرع اللي هما في العاده ما يدخلوش في من الاربع لستة اشهر هذوما فوالا يدخلوهم الاكثر بعد ستة اشهر فوالا دوك احنا نرجعوا ان شاء الله في حصه معاك دكتوره نكملوا اللي بديناه شكرا لك اللي حضرت بحضنا اليوم خلينا قبل ما نودعوك نسكر باب الماكله مع دكتور سمي غطاس ويذهل لي باش نسكروا باب الماكله كهو اليوم خاطر الوقت زربنا اما لاهميه الموضوع نعطيو موعد للساده المشاهدين ان شاء الله الاسبوع القادم نكملوا صعوبه الانجاب اذا كان قعدت فيها حاجه وفي العاده الموضوع اللي تسكر ما نرجعولوش اما في هذا بالذات نرجعولو على خاطر فما برشا ناس تستنى شنو ما الحاجات اللي موجودين في الفيتوثيرابي تنجم تعاون في فتره انتظار الحمل. في الماكله دكتور احنا قبيله حكينا على حاجات نجم تعمل عدم توازن في الهرمونات فما شو ما الحاجات اللي تنصحنا بهم في فتره الانتظار الحمل. ايه على الحاجه الاولى السكريات ثبت انه السكر للاسف معناه تاثيره سلبي معناه كي نكثروا منه يعني السكر ينجم يطلع لنا لي بروستاغلاندين ويأثر تاثير سلبي على الشدين الحبيله معناه تنجم مره تكون صارت تلقيح لكن الحبيله ما تشدش فيسه تهبط حتى ما يفيقش بها حتى في التحليل دونك لقينا اللي ماذا بينا ما نكثروش من السكريات نجم تاكل الغله ما يسيش اما السكر بزيد القطوات والحاجات هذوما معناه ماذا بينا نقصوا منهم لقينا اللي معناها لي سورس انيمال تاع الفيتامين ا فيتامين بي 12 فيتامين بي 9 هذوما ما نلقاهم في الماكله معناها البروتينات اللي تجينا من الحيوان كلهم باهيه معناها في الفتره الاولى حتى الدجاج حتى الدجاج اما ماذا بينا كي نلقاو دجاج عربي معناها مش ديما الدجاج السوري على خاطر لقينا اللي بعض الاحيان كميه الهرمونات اللي في الدجاج السوري عندها تاثير سلبي دونك ماذا بينا نريحوا شوي مره هكا ومره هكا معناها مش كان الدجاج السوري معناها الدجاج السوري يعني الدجاج العادي نتاعنا نشوف فيها دونك كان تلقى امكانيه حتى العظام زاده ماذا بينا تراوح شوي ما بين العظام العربي والعظام السوري دونك يكون انفع بالنسبه للمراه اللي تحب تحمل بسهوله ايضا حبيت نقول للغذاء بالنسبه للراجل الغلال الحمراء اللي كانت تقول عليهم الدكتوره توا الحقيقه هم مهمين معناها يعاونوا معناها بالنسبه للرجل المواد اللي فيها الفوسفور الكل معناها اللي تجي من البحر الكل مفيده كما الفكاش تجي من البحر تجي من البحر الكل معناها حتى السردينه مش لازم يكون تشريات معناها قرنيته لحكايته حتى السردينه تزازي السردينه معناها فيها اللي حاجتنا به دونك ايضا مصادر الاوميغا 3 الكل بالنسبه للسيدات في برنامج نقول مثلا الكتان هو معناها من الحاجات اللي ناخذوهم في ماكلتنا هي معناها نبته اللي تحسن ليزوستروجين دونك السيدات اللي تلقى التبويض نتاعها ما يصيرش بالكدا والا البويضه حتى ولو كل شيء معدل كل شيء مريقل البويضه ما تخلطش للحجم الباهي في الوقت اللي يقول عليه معناها جينيكو يبدا يتبع معها دونك نجم معناها تاخذ الكتان يعاونها معناها في ماكلتها تكون تحط زراعه الكتان اما نيه ماذا بينا تحطها نيه زريعة كتان معروفة عنا في تونس نحطوها في فطور الصباح تكون أيضا مفيدة جدا. هي في كعبة ياغورت ديجا تبنن بنينة برشا في كعبة ياغورت. وماذا بيها معناتها تتحتنية وتقرمشها معناها تبدا معناها تمضخها أنت بسنيك ما تترحيش وتاكلها حاجة. احنا عندنا زاد المرتقوش في العويد نتاعنا في تونس المرتقوش عنده أون أكسيون بروجيستاتيف في المجمل معناها دونك المرأة اللي الطبيبة يقول لها راك معناها حتى كسر حبالات راهو بطانة الرحم ماهيش في المستوى اللي يحب عليه معناها يحب تزيد تتحسن. معناها باش تشد الحبيله بطانه الرحم هي اللي تشد الحبيله كي تصير تلقيح معناها تلقيح مازال في المراحل الاولى كي يهبط للرحم ماذا بينا معناها يلقى بطانه حاضره نتاع الرحم دونك المرتقوش يعاونها دونك تنجم تعمل ديزانفيزيون معناها مستحلب تاع مرتقوش مقدار ملعقه قهوه معناها كما العاده قلنا ملعقه قهوه على كاس ماء خمسه دقائق وتشرب نقولوا تيزانه معناها ماء يغلي ونحطوا فيه اون فوا غلي نسكروا على الغاز ونحطوا مغرفه صغيره نتاع المرتقوش باهي نرجعوا لك دكتور بعد شويه نكملوا نقولوا احنا اهم حاجات اهم توصيات اللي لازمها تكون موجوده في الماكله ولا نعاوده باذن الله باهي باش نخرجوا روبورتاج نشوفوا فيه تمارين في الدار نجموا نعملوها من غير مش معناتها ما نستحقوش كيني وقت لاختخوز دو جونو لا نستحقوا كيني ودايوغ الطبيب في العاده يكتب ديما على حصص معناها في العلاج الطبيعي ولكن هو بيدو المختص في العلاج الطبيعي ساعات يوصيك انك في الدار تكمل تمارين اخرين باش تقوي العضلات شو ما التمارين هذوما كيفاش نجموا نقويوا عضلات الركبه في الدار نشوفوا الريبورتاج هذايا وراجعين
عسلامة، اسمي مروة بن عارفة، أخصائية علاج طبيعي. اليوم باش نحكيو على لاغتروز دو جنو اللي هي خشونة الركبة. باش نحكي لكم على تمارين تنجموا تعملوهم وحدكم في الدار حتى وانتي راقد ولا تتفرج في التلفزة. هذوما باش يعاونوكم برشا باش تنقصوا في الوجيعة والمسكل باش يقوى بالقدا، باش الركبة تولي شادة بالقدا وتكون بلو ستابل. اجبد الشوفي اللي كنتي، اكبس ساقك، اكبس 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 باش نحسبو حتى يكشي العشرين، ومن بعد نرتاحو 20 ثانية اخرى ونعودو نفس التمرين. بالطبيعة كان عنا وجاعة في الساقين الزوز اللي هو لاغتروز، عنا في ساقين الزوز نخدمو ساق هذي بعد نخدمو الاخرى ونرتحو اكيكا باش هكا هذايا نخدم 20 ثانية بعد نرتاح نخدم الاخرى 20 ثانية ونكون بذكة خدمت الزوز في وقت قصير. التمرين هذايا نجمو نعملو حتى يكشي 100 مرة، ميسالوش ماهوش مشكل. المهم نحنا نبداو قاعدين في الدار ومرتاحين، مانيش قاعدين نعملو في مجهود كبير، دونك هذا يسهل لكم برشا ويخليكم تعملوا التمارين هذا وما تبخلوش عليه. نرمو نعملو تمارين واحد اخر، نحطو اي مخدة عنا المهفيد تبدا يبسها شوية تحت الركبة، ومن بعد نطلقو ساقينا الزوز. اطلق ساقيك، اطلقهم، اطلق هكي. نحسبو حتى كشي للعشرين ومن بعد نرتاح. التمرين هذا يخلينا نقويو الميسكل هذايا القدامي ونجبدو الميسكل اللي من تالي. التمارين هذوما نجمو نعملوهم يوميا، فماش مده محدده، نجمو نعملوهم حتى كل يوم حتى حياتنا كامله، ما يقلقش. هي بطبيعتها سي اون ايجين دو في. مع هذا نعملو برشا مارش اللي هو مهم برشا، و الفايده اني واحد يبدا لي موسكول نتاعو قويين باش الوجيعه تنقص بالكدا بالكدا، وتكون نرجعوا الريون نتاع العضلات نتاع لي زارتيكولاسيون. مشكوره، شكرا ليك. تو كي نحكيو ارتروز دو جنو نحكيو حتى في السبور وفي اليوغا وفما دي زوتر، معناتها فما اختصاصات اخرى. كل مره نسمع حاجه حتى في علم الطاقه وفي طب الطاقه في البوستور عندكم ان شاء الله. زاده احنا كل مره نقولوا باش نحكيو عليها اختصاص زاده مهم برشا، دونك ان شاء الله كل مره نعطيكم استوس هكا صغيره نجم تحسن بها الارتروز اللي هي وجيعه في الاخر. نحب نرحب مدام هيديا بن جامع بحيري، مرحبا بك. نورتنا مدام. يمكن معناتها الناس اللي تتفرج فينا تقول جاب الموضوع هذا للصحه، معناها شنو جاب موضوع انه نحكيو على التعامل مع الناس في الصحه. اللي جابه هو انه مكثر المشاكل الصحيه قاعده تجي ما بين ظفرين كالعصب اللي شدنا الغلب، احنا نقولوا بلغتنا التونسيه يقول لك عندي الغلب، خاطر فلان مثلا ظلمني في كذا، فلان خذا لي حقي في كذا، فلان وراني وجهه لوك هو في قفايا يقول كلام اخر. دونك انت مختصه في ثقافه السلام. فوالا دونك محاضره زاد فيها. اي نعم، المحاضرات لنشر ثقافه السلام. وانا من قبلي كان نسمع في المداخلات تاع المختصين في التغذيه والصحه. افكتيفمون ما نجموش نحكيو على السلام من غير ما نحكيو على التغذيه ولا كيفاش واحد يتغذى، خاطر عندها علاقه كبيره برشا برشا. انا نحب نقول اللي انت قلت عليه، الناس ولات ياسر متشائمه، اي معناتها فما برشا مشاكل صحيه جايه من التغذيه، وعندنا برشا مشاكل جايه هي اللي نعيشوا فيها كل يوم اللي هو العنف، اللي ما عادش انا نحب نقوله
ولينا نقول مقاومة العنف بكلمة السلام، نقولوا نشر ثقافة السلام عشان نقولوا احنا ان شاء الله يكون عندنا مجال اكثر باش نحكيوا في معناتها نقولوا احنا تفاصيل باش نكونوا عمليين. الناس اللي تفرج فيك تو وتقول لك انا نحب نعيش السلام مع روحي ساعة قبل كل شيء، فوالا تحسبنا نعطي خمسة مفاتيح، فوالا فوالا مش نكونوا متخي معناتها نعطي خمسة مفاتيح. المفتاح الأول اللي هو لازم يتعلم يتنفس، خاطر احنا لتو كلنا قاعدين نتنفسوا، أما هي فيها علم، واحد لازم يتنفس بطريقة اللي هي تفرهد له بدنه، اللي تتنفس من البطن فوالا. كيما اليوغا فما طريقة، فما التأمل لميديتاسيون، لازم واحد زادا يخصص وقت خمسة دقائق ثلاثة دقائق في النهار نتاعو، المفتاح الثاني في يعمل دو لا ميديتاسيون. الثالثه هي الرياضه، خمسة دقائق ولا دقائق. ولا 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 ثلاثة دقائق ولا أربع دقائق باش يقعد كي نقولوا ما تتأمل مع روحه، يقعد مع روحك لا فيسبوك لا تلفزه لا راديو ولا حتى شيء، انت وروحك فوالا. فما التغذيه لازم تكون تغذيه متوازنه، خاطر هي واحد لازم يولي ياكل بطريقه كانوا ياخذ فيه دواء. الاكل الماكله ناكلو فيها توا كلها غلطه، ياسر ناكلو في لي برودوي شيميك، ناكلو في برشا دهون وبرشا سكريات، وناكلو ياسر حاجات من الشارع، وهذيك تفرعس البدن وتخلي اللي الناس اللي عنده التونسيون واللي عنده السكر وحتى الاطفال اللي على اعصابه ولا الاطفال، واللي عندنا برشا اوبيزيتي صغار من اللي يبدا في رياض الاطفال هو معناتها عنده معناتها فوالا. دونك والرابعه هي دونك قلت التغذيه الرياضه، والاخر حاجه اللي هي النوم. احنا مانيش نفكروا اللي هو النوم ياسر حاجه مهمه برشا، مش واحد يكون سليم في بدنه وفي شخصيته وفي كل شيء لازم يرقد بالزيد الوقت اللي يقولوا عليه الطب 8 ساعة وأكثر. يفكروا الناس يقول لك أنا مش مهم النوم، هو النوم حاجة مهمة برشا، خاطر شي واحد اللي غبوستي وقت اللي يفيق ويفكر اللي السيرفو نتاعو راهو نايم، هو مش صحيح. السيرفو نتاعنا ما يبداش نايم، خاطر الانكونسيون نتاعنا السيرفو نتاعنا باقي يخدم ويحل لنا مشاكلنا واحنا راقدين، وكيف نقوموا الصباح نقوموا بأفكار باديتو. اللي يرقد بالكدا يقوم بافكار جديده ويبدا عنده كرياتيفيتي ويحب يعمل مشاريع ويقوم جديد. احنا نراو اللي العنف يجي من قله النوم، التغذيه مش متوازنه، ما نعرفوش نتنفسوا وما نعملوش الرياضه. هلا قله النوم احنا قبيله حكينا عليها في الاوف مع الدكتور سمير غطاس، قلت له شوف لي حل مشكله التركيز هذه، قال لي ترقد مليح، قلت له ما نرقدش مليح. دايوغ انا نسلم برشا على روضه بن عمار، نقدم لها اعتذاراتي، سكريبت زميلتنا اليوم في جره التركيز قله النوم، مثلا الكوندكتور تبدل هزيت بتايغ الفوق بتايغ خطاح اللوطه، مره اخرى اعتذاراتي. دونك ما نجموش نحكيو على السلام كان ما نبداوش احنا السليم، معناتها مع رواحنا متفرهدين. احنا تربينا في بيئه اللي واحد ديما من اللي صغير يقولوا لك حب خالتك وعمتك ومماتك، وحتى واحد ما يقول لك حب روحك. باش تكون انت تنشر ثقافة السلام، أول حاجة لازم تكون تحب روحك، وبعد ما تحب روحك لازم مش تحب الآخر أما تقدره. سمحني سمحني، تحب روحك ما ساعات يقولك أناني ما تحب لا لا روحك. لازم تحب روحك معناتها اللي أنا قلت الخمسة مفاتيح، ذيك الناس نكلم وقت نحب روحي وقت التأمل يعطيك الصحة فوالا فوالا، هذيك نحب دلل روحي دلل روحي نحب روحي معناتها جو ريسبكت موا نقدر روحي نحب روحي. بعد مش مهم اني نحب خاطر هو ربي عطانا هدية عطانا صحة، الصحة هذيك لازم نستحفظوا عليها. علاش ما قلتش بعد ما نحب روحي نحب الاخر؟ علاش قلت بعد ما نحب روحي؟ لا ما لازمش نحب الاخر، نقدر الاخر، خاطر لو اول حاجة نقدروا، كي نقدروا نجم تكون نهار نحبه، أما كيف تقول لي أنت تجبرني نحبه معناتها تغصب عليا، تفرض عليا باش نحبه، ويولي وقتها بعد مش ملزوم أن نحب الناس الكل، لازمني نقدر الناس الكل، معناتها ما نغصبش على روحي حب مانيش مقتنعة به. نقدرك بعد كان حبيتك في بها ونعمة، كان ما حبيتكش على كل حال حرمتك. عمنا ماني باش نكون عنيفة معاك على خاطر أنا نقدرك. فوالا، وثالثا نحب الحياة.
نحب الحياة، هذه حاجة مهمة برشا. حب الحياة على خاطر ربي، ديما نرجع ربي، ربي عطانا برشا حاجات حلوين برشا، فما برشا ناس يحرموا رواحهم بك الحاجة اللي عطاها لنا ربي. مثلا حتى الطبيعة حلوة برشا، أمي محلاها، بابا محلاها، القرية اللي عايشة فيها محلاها، الدنيا الزملاء نخدم معاهم محلاهم، هذيك الكل هدية. كي يبدا مش محلاهم، كيف أنا نخدم على نفسي اللي قلت قبل لك المديتاسيون والتنفس والتغذية نتاعي باهية، ديما نرجع والنوم نتاعي باهي، تكون أنا سوغان، معناتها نكون أنا مفرد مع روحي. ما نجمش العنف والقلة الحالة السليمة تجي بالتواصل العنيف، ومش احنا نخدموا على التواصل نتاعنا الإيجابي، باش نخدموا على التواصل الإيجابي نتاعنا لازم نخدموا على الطريقة اللي نتواصلوا بها، على خاطر احنا نجيبوا العنف لرواحنا على خاطرنا نتواصلوا مش بطريقة صحيحة. مثلا انا في بقعد نقول لك والله انا ما كرنيش جيت اليوم على خاطر الدنيا باردة برشا، نقول لك تمنيت يا ريت كان استدعيتني نهار طقس اجمل، تولي طريقة ديفيرنت. وكي يقول لك انت علاش اليوم جبتني والدنيا بارده، نتهمك بحاجه تجم تكون الاجابه نتاعك عنيفه. انت في قلبك عندك من الحكايه؟ لا با دي تو، با دي تو. ديما لازم واحد يقول كلمه تمنيت انت تكون هكا، مش نقول لك مثلا انت علاش عاركتني، والله تمنيت ما قلتليش هكاك اللي انا راني تقلقت، تمنيت بالفرنسيه نقولوا جوغي ايمي، ويفهموها يفهموها لازم نعلموا الناس. لا نسال فيك خاطر انت بالخبره نتاعك يفهموها ساعات، خاطر الناس يفهموها. ان شاء الله نرجعوا ان شاء الله في حصص اخرى، ساعات الكتيبه هذيك والسياسه هذيك ساعات تتفهم بطريقه اخرى. لا ما حكيولكش، ما قالولكش، لا ديما تقول حتى امراه مع زوجها مثلا يكون في حاله نتاع عرك ما تقول حتى شاف الوقت هذاك، بعد تخلي الوقت يتعدى، وبعد تقول والله تمنيت اني انت ما قلتليش هكاك قبيله خاطر انا تقلقت مثلا راسي وجعني، تمنيت مش تقولوا علاش عاركتني، خاطر كانت تقول ربي يجيبك يوسع البال، ربي يجيبك يوسع البال. انت جبت على الكذب، انت جبت على الكذب قبيليك ولا قبل بنهار. انا نقولوا هاني بحثيه دكتور وناس موجودين، الكذب هو راهو يبدا في الاربع سنوات في سن الطفوله. لازم احنا من الطفل من الاربع سنوات نعلموه كيفاش ما يكذبش، معناتها هي التربيه، اما هي في الطبيعه نتاع الطفل في الأربع سنوات هي لعبة. كان ما نربيوهش احنا في الأربع سنوات وخمسة وستة اللي هو ما يكذبش ينجم يتمادى فيها. فوالا دونك هي التربية. فوالا انا على كل حال نقول لك شكرا ليك اللي جيت بحذانا رغم اللي طقس بارد والاستوديو بارد، ما انت زوز باردين. شكرا ليك دكتورة، يعطيك الصحة. بتو مختصة في ثقافة السلام. السلام. قبل ما نختم دكتور، نحب ناخذ من عندك نقولوا احنا هكا حاجات هكا نشوقوهم بهم سيد المشاهدين اللي تفرجوا فينا، اللي سورتو عندهم مشكله الانجاب او تاخر الانجاب، ولكن لاباس كل شيء، معناتها تحاليلهم ولي راديو كل شيء لاباس. خلينا نرجع نذكروا انه راهو الحاله اللي نحكيو عليها هي صعوبه الانجاب في ظروف كل شيء تحاليل ولي راديو كل خرجوا معناتها لاباس، وايضا في متابعه من طبيبهم الخاص، معناتها يكون فما طبيب امراض نساء يتبع فيهم. باش بعد ما نقولكش انا ما مشيتش للطبيب هاني خديت لي غوسات هذوما، ان شاء الله الجمعه الجايه نحكي اوميوباتي بالكدا، فيتوثيرابي بالكدا، نحكي لاكوبانكتور زيدا. كان نقول لك اعطيني اسم في الفيتوثيرابي باهي. نقولوا حشيشه الفضه مثلا اللي هي للشيمي، معناها عندها ان في بروجيستاتيف تعاون على استقبال الفيكونداسيون، كي تصير معناها فيكونداسيون تحضر لنا البطانة الرحم باش تستقبل الفيكونداسيون هذيك، معناها موجوده عندنا في تونس في الصيدليه موجوده، وموجوده معناها كنبته حاضره، معناها نجموا نعملوا انفيزيون 5 ملي، معناها مقدار ملعقه قهوه 5 دقائق يتحط في الماء بعد ما يكون غلا ونشربوا منه مره في اليوم. سورتو ننصح ناخذوه معناها من الابتداء، معناها من اللي نبداو لي ريغل، وشطر الاولاني نتاع
نتاع السيكل، معناها شهر الاول نتاع الدوره الشهريه، دونك يعاوننا بالكدا. ايضا نجموا نعملوا زاد الجاتيليه اللي هو ايضا في نفس الفتره ناخذوا الجاتيليه 100 ملغرام تكفي معناها في الشهر الاولاني باش نعاونوا كما قلنا الرحم باش يستقبل الفيكونداسيون كيف تصير، كما قلنا اللي هي في برشا حالات من اللي كنا نذكروا فيهم تكون الرحم ما نجمش يشدها، شد الحبال على هي تكون صارت اون فيكونداسيون. باهي في الهوميوباتي فما اي بالطبيعه حبيت الريم في في لا في في كلمه وربع حاب نقول على قبيلي فينا الوقت على التدخين وعلى القهوه وعلى الكحول. الابحاث الجديده ورات انه القهوه بزيد معناها عندها مفعول مش باهي على حبال المراه على الفيكونداسيون. معناها ماذا بيها ما تفوتش قهوتين، معناها زوج قهوات في اليوم. ايضا بالنسبه للنساء اللي عندهم زياده في الوزن او الحسه قلنا عندها زياده في الوزن ياخر شويه الانجاب عند بعض النساء، كي نجي نعمل الريجيم ونجي نعمل لي بلونت اللي يعاونوا معناها على تخفيض الوزن، فما دي بلونت نستعملوهم برشا مثلا كيما الجوارانا، احنا نسميهم دي بلونت اكافيين، دي بلونت اللي هما يسرعوا الايض معناها يضعفوا البنادم، لكن عند المراه اللي نجي نغسلها الميزان وين نحبها تحبل ما نستعملش لي بلونت هذوما، كان لما يكون طبيب يكتبهم، الطبيب يكتبها ينجم يعطيك معها بلونت ما تنحي في اللي ما حاشنيش به، دونك ما ناخذش دي بلونت كافيين كيما مثلا الجوانا ولا برشا ليستهم طويله. كيما كنت نقول نحكي على القهوه معناها ما تشربش برشا قهوه باش ما تنقصش من الكاليتي نتاع البويضات، ايضا ما تاخذش لي بلونت كافيين اذا كان انت باش تحب تضعاف، وقت اللي تحب تضعاف باش تحبل. وقت اللي احنا اكثر حاجه ناخذوها وقت اللي نحبوا نضعفوا، حتى دايوغ حتى في لي درينور اللي مراو هذا اللي نقول فيه معناها نلقاوه حاضر، نلقاو دي جيلول حاضرين في الفارماسي، نلقاو دي بريباراسيون دي سوليسيون معناها تلقى غينور معاه اون سوليسيون معناها بلونت كي اكسيليغ الايض. دونك حبيت نقول اللي في الوضعيه هذه ماذا بيك تستشير معناها طبيب نتاع المعالجه بالاعشاب الطبيه باش ينجم يعطيك دي فورمول هو كي يحط لك بلونت كافيين يعرف شنو يحط معاه. فوالا معناتها هي حاله بحاله، معناتها انا كان حسب ما فهمت من كلامك دكتور معناها مش النبته اللي تمشي مع فلان هي اللي تمشي مع فلتان. معناتها تنجم انت عندك معناها النباتات اللي تمشي مع بدنك اكثر من نباتات اخرين والعكس بالعكس. البريباراسيون معناها نحطوا تحضيرات معناها المستحضر نحطوا فيه نباتات طبيه بنسب معينه والاجونسمون بيناتهم يعطينا في معناها يعطينا مفعول خاص بالحاله هذيك، حتى ولو كما قلنا تحاليل كلها طبيعيه. لريم حبيت في ساعة نقول على قلنا بالنسبة للتدخين راهو حتى التدخين سلبي تأثيره معناها مش مليح على المرأة الكاليتين تاع البويضة، معناها نلقاو اللي البويضة معناها ما تخلطش الحجم اللي حاجتنا به في الوقت اللازم. دونك حتى ولو حد آخر يتكيف حذاها يلزمها الانتغدي الاكزيج أنه ما يتكيفش حذاها حتى حد بخلاف ما هي ما تكيفش بيان سور. أيضا حاجة أخرى جديدة احنا نعرفوا كل اللي الكحول تنقص من نسبة الخصوبة عند الرجال وعند النساء، لكن الجديد ظهر أنه حتى النسب الصغيرة معناها الناس يقول لك أنا نشرب ساعات نشرب بشويه معناها ثبت انه حتى اقل من 5 كؤوس في الجمعه تاثر سلبا على الانجاب عند الرجال، انه ثلاثه شهر اللي قبل ما تصير الحبال عند المراه الراجل اللي كان يشرب الكحول ياثر سلبا على الحبال حبال مرته، معناها صغير وينجم يصير فيه تشوه، ينجم يتصير معناها فوسكوش عند مرته خاطر هو كان يشرب الكحول حتى 3 شهور قبل. دونك انا اش معناها كلامي شغل اللي حاب يجيب صغيرات لازم يستحفظ على يتجنب الكحول على الاقل مده 6 اشهر قبل برمجه الحباله معناها عند الكوبل. هو دايوغ احنا علاش انا قلت نرجعوا له الموضوع خاطر فما منها هذه حكايه معناتها الوقت، معناها احنا في مخنا اذا كان خذينا الدواء شهر هذا فشهر بعد شهرين من بعد 3 اشهر من بعد لاباس، هو ليه هو فما فتره معينه فما ان شاء الله باش نرجعوا حتى على الوقايه. اش معناتها وقايه؟ معناتها حتى قبل الزواج في نمط الحياه العادي شو ما الحاجات اللي نركزوا عليهم اكثر في ماكلتنا في نشاطاتنا في نمط حياتنا نشاطاتنا الرياضيه اذا كان فما نباتات فوالا عند صغيراتنا كيف فوالا جدا. هذا ان شاء الله نرجعوا له الجمعه الجايه بتفاصيل تستنونا ان شاء الله باش نعطيكم مجموعه اخرى من الوصفات الطبيعيه. كان قعدنا شويه وقت نرجع ناخذ الهوميوباتي لكن انا الحقيقه متشوقه اني نشوف التصاور قبل وبعد، معناها يقول قايل انا باش نمشي مصروف ووقت وكل شيء باش في الاخر تكون عندي بشره فيها بلايص زرق فيها مسام محلوله، تقول انت محفره فيها حفر ومن بعد ماشي باش نصرف المصروف هذاك الكل باش نلقى عندي بشره رطبه هكا ولا صحيح. هوني راهو نحكيو مش حاجه دو كونفور ولا استيتيك، بلوتو هو نحكيو على علاجات
معناتها كيما قلنا المشاكل نتاع حب الشباب يتسبب لنا في برشا عقد نفسيه وبرشا مشاكل نفسيه. دونك هذيك علاش هوني نحكيو على علاجات، معناتها حاجات ساعات ضروريه باش نعملوها باش الانسان يعيش مرتاح. هذاك علاش السوجي راهو مهم جدا دون سو سونس لا. انت راهو انت في الاخر ماكش باش تصرف على كومبلومون ولا على حاجه باش تزيدني، مش حاجه بالزيد باش تحسن، هذايا علاج باش انت بيدك تعيش مرتاح. وعلى فكره في فتره ما هذايا راهو ما كناش نحكيو عليها اصلا، يعني في فتره ما وقت اللي دخلت البو للحاله اللي نراو فيها احنا تو نتفاجئوا تقعد شو الفرق كيفاه. هوني عملنا لازر سي او 2 فراكسيوني وعملنا فوق منه الليد باش يعاوننا على السيكاتريزاسيون ما يقارب الاربع حصص، هذا اربع حصص كل شهر حصه بيه. دونك الفرق ظاهر برشا، هذيك علاش قلنا علاجات. هوني لاسبي اخف من لاسبي الاوليني، دونك هوني عملنا لي بيلينغ، سي لو بيلينغ مويان، دونك قشرنا البشره عملنا زوز حصص، دونك الفرق واضح كيفاش لاسبي. ولا هوني رجعنا للليزر سي او 2، دونك عملنا زوز حصص لازر سي او 2 اسباسي دو اموا كل شهر حصه، ونتيجه كيف كيف تكون ناجعه خير برشا. هوني مسام محلوله غيان كو مسام، استعملنا بيلينغ خفيف اباز داسيد دو فروي، كل جمعه عملنا حصه ما يقارب ثلاثه لسته حصص يسيرو، دونك فريمون لي بور يتسكروا، المشاكل نتاع البو هكا تبدا ماهيش ليس تتنحى. هوني عملنا له بيلينغ مويان، دونك بيلينغ مويان كل جمعتين حصه، هذاك علاش لاسبي تحسن. وهوني كاينها معناتها الحاله هوني مستعصيه شويه، دونك عملنا لازر سي او 2 فراكسيوني ليد وزدنا البي ار بي باش وصلنا للنتيجه هذيك. هذيك علاش ديما هوني رجعنا للبيلينغ، خاطر هوني براتيكمون لاكني مازالت اكتيف شويه، دونك قاعدين نداويو فيها قبل ما نوصلوا للتريتمون دو سيكاتريس. دونك البيلينغ لهنا معناتها يداوي، معناتها احنا قلنا قبيليكا ما نمسوش الحبوب تحبت شباب ما نمسوهاش باللازاخ وقت اللي تبدا مازالت ما برتش يعني ما شحتش وما خلفتش المشاكل، مازالت اكتيف مازالت حيه، معناتها البيلينغ نعملوه وقت اللي هي مازالت حيه مثالش نجمو نعملوه، يعاوننا على كلا التهابات ويعاوننا باش نتفاداوها لي سيكاتريس. البي ار بي والميزو كل نعملوها وهي مازالت حيه؟ لا انا ما فضلش، انا نفضل البيلينغ، خاطر كي تعمل الميزو والبي ار بي ساعات ترجع لفي الضد ترجع بلا. العكس باش باش نختم معاك ميساجات حلوه للناس اللي تفرجت لنا، شنو تنجم تقول لهم دي ميساج نختموا بهم سهريه ليله؟ نختموا بهم حبوا بعضكم، خاطر هي احسن ميساج نجم نعديوه للجيل هذايا واللي جاي واللي بعده، هي الحب هو اللي يداوي القشره ويداوي البدن ويداوي اكثر من المساج بالحب. للناس اللي يقول لك كلام هذه تقول في كلام؟ لا ماهوش كلام، هنقول لك علاش مش كلام، خاطر قبيليك في اول حصه حكيت انت على امي اش قالت ومامتي اش قالت وحماتي اش قالت. هذيك الجيل هذاك تربى برشا بالحن وبالبوس والتعنيق وفي شوني وفي شون حماتي، هذيك احسن الدواء لكل شيء. يعني هو صغير تعطيه برشا محبه، برشا حب، يولي عنده برشا ثقه في روحه ويغزر روحه جميل، وما يستحقش برشا باش يقول باش نمشي نبدل وجهي وباش نعمل برشا تجميل وباش نعمل برشا حكايات. على هو صغير يعني، وهو من اللي صغير تعطيه الدواء تعطيه الحب، وكيف يكبر تعطيه برشا محبه هو صغير، كي يكبر يقعد يقعد هكاك. ترى انت في حاله حتى زوز شباب يحبوا بعضهم في حاله حب، ان كوبل في حالة حب هو يزيان وهي تزيان، وعلاش؟ على خاطر كلام حب. فوالا هذه هي الخاطر. الكلام الحلو. الكلام الحلو. اللي احنا قبل كلمة الحب كنا نراوها عيب ما تقولهاش، لا كلمة الحب تتقال لولدك ولبنتك ولأمك ولأختك ولجارك ولعمك والخال. فوالا. معناتها الكلام الحلو الكلام في عادتنا. وبالنسبة للأطفال. باش نرجع للعالم نتاعي، بالنسبه للاطفال هو اللمس حاجه ياسر حلوه، البوس والتغنيق والتمسيد هذاك يكون له شخصيته ويعطيه ثقه في روحه، وحتى بالنسبه للصحه فيزيك زيدا عندها دور كبير برشا برشا. هو يقول لك معناتها صغيرك اعطي برشا حن، اش معناتها اعطي برشا حن؟ برشا كلام حلو يعطي ثقه في نفسه، برشا محبه، برشا تعنيق، برشا سيسا. فوالا وهذاك يولي ياسر مزيان ويكون سليم، وهو كي يكبر يولي ينشر في ثقافه السلام. ورغم اللي راهو احنا
مش ياسر معناتها نمنوا بالحكايه هذيا. يقول لك تي صغير شي يفهم منه معناه مثال، وحتى كان انا مثلا ما عملتش لازم هو صغير. لا لا, لا. أنا بالعكس لا. الحب هو المفتاح. فوالا شكرا لك مدام هادية بن جامع بحيري. ان شاء الله مره اخرى نحكيو على جمعيه صوت ونيل. هي جمعيه للسلام وللصغيرات زاد كيف ما نشكي فيها وللكبار. فوالا شكرا لك دكتوره خولة الجبيري. خذينا معاك اليوم معك معناتها نقولوا احنا الخطوط العريضه بالنسبه للحب الشباب او البلايص حب الشباب. شكرا لك اللي كنت بحضرنا اليوم. شكرا لك دكتور سامي غطاس. نشكروا زاده دكتوره منى بن حراث مختصه في امراض الاطفال كنت معنا في الجزء الاولاني، وكل من شارك في حصتنا اليوم تستناونا غدوه ان شاء الله في الاعاده ماضي ثلاثه نهار الاثنين زاده اعاده اخرى للصحه والناس. احنا نتواصلوا مع بعضنا على الباج نتاعنا الصحه والناس الوطنيه الثانيه. شكرا لكم الناس الكل، ان شاء الله ليله زينه حلوه مزيانه كيفكم انتم. باي باي.